بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Welcome to the last MSA National Session of the 52nd Annual Convention. I hope you've all enjoyed your time together with us and that you've been inspired and that you're ready to take your knowledge home with you and implement it in your communities, inshallah. The title of this session is When Light Descends, Guidance for Challenging Times. We will start off with a Quran recitation by Sheikh Mehmet Hashim Bilir, Imam Al-Qasir of Turkey, and currently considered one of the world's leading Qaris. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد وكفى بالله شهيدا
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.